أهلا وسهلا. يا أهلين، تفضل. عفوا قليلي، أنت شو عم تعملي هون؟ هلأ هي حكاية طويلة مو وقتها. إذا حكاية طويلة بلاها أصلا ما عندي وقت لحتى أسمعها. إبك بالبيت؟ إيه بالبيت. إجي ميتة؟ فوتي انتي. خير؟ ليش اجيت؟ شو عم تعمل هون؟ ابني امتى رح يقبل يصالحني؟ وليش ما بتسأله لإله؟ لا عم بسألك لإلك. مو انتي اللي عم تحرضي وتعبي براسه علي؟ لهيك عم بسألك. انا عم حرضه وعبي براسه؟ مو هيك عم تعملي؟ اذا مو هذا اللي عم يصير لكان، ليش الولد من سنتين ما عم يقبل يعترف باني ابوه؟ بعد كل اللي عملته عم تحاسبني وتحملني المسؤولية؟ اسمعيني، كل اللي صار بالماضي بكفي، وهي المشكلة بكفي تانية. أنا مصيبتي ومشكلتي حاليا هي علاقتي بابني. قلتلي علاقتك بابنك؟ ايه تمام، ابنك اللي كنت تتفضل طلعاتك ومشاويرك مع عشيقتك على انك تروح على حفلة تخرجه. ابنك اللي ما كان يلاقيك لما يحتاجك، ما كان يعرف يبرر غيابك وإهمالك لإله كل الوقت. اسمع مني هالكلمتين، يمكن يكون ابنك بباله هاي الذكريات، بتوقع انه هو ما عم يسامحك مو لانه انا عم حرضه عليك، لانه مجروح كتير منك من قبل. انت تركته وتخليت عنه باكثر الاوقات يلي هو كان بحاجتك فيها، قرر يلغيك من حياته بعد ما خذلته ودور عليك كتير وما لقاك.